لها رضي الله عنها. ولذلك تكلم أهل السير أيتهن أفضل، عائشة أم خديجة؟ قال بعضهم خديجة، وقال بعضهم عائشة، وقال بعضهم بل نسكت. الذهبي قال ونسكت عن ذلك، لا بفضل دي ولا دي. وبعضهم قال كانت خديجة هي الأفضل في أول الإسلام لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النصرة وإلى المرأة الرشيدة والعاقلة وكذا، كويس. وكانت عائشة أفضل في آخر الإسلام لأنها كانت صغيرة تحمل العلم، ولهذا كانت عائشة أعلم نساء الدنيا كلها، لأنه أدركت الإسلام وهي شنو؟ صغيرة في السن، فحملت العلم الغزير.